يحمي هذه الأسرى. وإذا هناك أسرى محليين ليسوا بالمجرمين، هؤلاء المقاتلون، ولكن سقطوا. طبعا احنا النهارده كنا في منظم دوره تدريبيه للصحفيين حول حمايه الصحفيين في النزاعات المسلحه الدوليه. حبينا نوضح صفه الصحفي كمدني في النزاعات المسلحه سواء كانت دوليه غير دوليه، وبالتالي كيف يحمي القانون الدولي الانساني. وضحنا الفرق بين الصحفي المدني والمراسل الحربي باعتباره مقاتل، وبالتالي في حاله وقوعه في قبضه العدو يكون اسير حرب ويجب حمايته بموجب اتفاقيه جنيف الثالثه. تقديم مثلا الماء او الكهرباء للناس لانه ما يحتاجوش شيء. احنا كنخدموا تنظم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني هذه الندوة لفائدة الصحفيين وتتوخى من ورائه تحقيق هدفين اثنين، أولهما تحسيس الصحفيين بأحكام القانون الدولي الإنساني لتمكينهم من تحليل الوقائع والأحداث في النزاعات المسلحة من منطلق قواعد القانون الدولي الإنساني والوقوف عند خروق وانتهاكات هذا القانون، وأيضا معرفة ما هي الزمان وواجبات جميع الأطراف في النزاعات المسلحة. ونهدف أيضا إلى تعميم نشر أحكام القانون الدولي الإنساني ليمتد إلى قراء تحقيقات وكتابة الصحفيين حول النزاعات المسلحة. كما نود أيضا في هذه الندوة أن نتطرق إلى الحماية القانونية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للصحفيين عند تغطيتهم للنزاعات المسلحة باعتبارهم مدنيين، وأيضا إلى الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية الصحفيين أثناء مزاولتهم لمهامهم في النزاعات المسلحة. الندوة اليوم أنا بعتبرها من أنجح الندوات اللي اتعملت، لأنها في زمن قياسي حوالي 3 ساعات استطاعت إن هي تعطي الصحفي أهم القواعد المتعلقة بحمايته في مناطق النزاعات المسلحة، ونتعرض لنقاط الضعف الموجودة في الممارسات الصحفية وكيفية تلافيها أو معالجتها حتى لا يقع الصحفي في أي إشكالية في زمن النزاع المسلح. متنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.